كوكب غامض وغريب اكتشفناه من 7 سنين فاتوا وفضل مجهول لينا لحد ما جه تلسكوب جيمس ويب من ايام قليله علشان يزيح الستار عن تفاصيل مدهشه عن الكوكب ده. انه يا ساده كوكب مقلت العين. الجسم الغريب LHS 1140 بي عباره عن كوكب على شكل مقلت العين، محيطه مغطى بالجليد وعلى سطحه منطقه واحده تشبه قزحية العين، بيبلغ خطرها حوالي 4000 كيلومتر. المنطقة دي مواجهة بشكل دائم للنجم اللي بينور الكوكب ده، وبيتوقع العلماء قريبا أن يصبح كوكب مقلت العين مكانا يصلح لحياة البشر. بس هل ده ممكن؟ هل ممكن يقدر البشر يعيشوا في كوكب بعيد عن الأرض؟ ولا أصلا على رأي أصدقائي الحلوين من العالم الموازي، الأرض عظيمة وواسعة ومبسوطة ونزقططة. ما زال العلماء بيبحثوا عن الحياة خارج حدود مجموعتنا الشمسية، ولسه حتى الآن بيحاولوا يوصلوا لكوكب شبيه بكوكب الأرض يمكن أن تتواجد عليه الحياة والظروف المناسبة اللي من خلالها تقدر تنشأ طبعا أول بذور الحياة. مؤخرا في 10 يوليو 2024 نشرت ورقة بحثية عن اكتشاف كوكب يدعى LHS 1140 بي، بيشبه كوكب الأرض وعنده مقومات مناسبة لوجود الحياة على سطحه، وكان الكشف بمساعدة البيانات القادمة من تلسكوب جيمس ويب. ايه هي قصة الكوكب وليه في ضجة كبيرة انه ممكن بنسبة كبيرة انه يحتوي على مقومات كثيرة جدا لتواجد الحياة على سطحه، وهل بيحتوي فعلا على سر الحياة اللي هو الماء؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. اخبط اللايك الجميل وتعال معايا في رحلة لكوكب مقلت العين علشان نشوف الغرائب والعجائب اللي عليه. في البداية خليني اقولك ان العلماء وهم بيدوروا دايما خارج مجموعتنا الشمسية عن كواكب ممكن تصلح للحياة، فلازم تتوافر شوية مقومات، يعني شروط معينة علشان نقدر نقول على الكوكب ده انه صالح للحياة. اول حاجة ان الكوكب يكون بعده او المسافة ما بينه وما بين النجم اللي بيدور حواليه تكون مسافة مناسبة وتعرف بالمنطقة الصالحة للحياة، The Habitable Zone. وبناء على ده هيجي عندنا تاني مفهوم لازم يبقى موجود، وهو ان الكوكب في المنطقة دي بتكون درجة الحرارة مش باردة ولا سخنة جدا، بالتالي لو الكوكب موجود قبل المنطقة دي هيكون قريب جدا من النجم المركزي وبتكون درجة الحرارة كبيرة جدا زي كوكب الزهرة عندنا أو كوكب عطارد، وده ما بيسمحش بوجود غلاف جوي مناسب للحياة وبتتبخر المية اللي على الكوكب. ولو كان أبعد من المنطقة دي بتكون درجة الحرارة باردة جدا زي كوكبي نبتون وأورانوس. وحيجي بعد كده ثالث مفهوم واللي مترتب على المقومات أو الشروط اللي قبله، وهو أنه تكون درجة الحرارة مناسبة علشان يكون الماء موجود على سطح الكوكب في الحالة السائلة. وطبعا آخر مقوم وهو وجود غلاف جوي للكوكب يكون صالح للحياة. الغلاف الجوي درع واقي للكوكب وبيوفر الغازات اللازمة للتنفس والحياة، وطبعا بيكون كوكب شبيه بكوكب الأرض بمعنى أنه يكون كوكب صخري. على الرغم من أن الشروط دي مخصصة لكوكب شبيه بالأرض طبعا لمعرفتنا بماهية الحياة هنا على الأرض، لكن ممكن تكون في أشكال تانية من الحياة إحنا مش عارفينها، تمام كده زي الأبعاد التانية اللي ما نعرفش عنها حاجة. فالشروط دي مطبقة لقوانيننا الفيزيائية المعروفة لنا دلوقتي، وممكن تتغير في المستقبل مع أي تغيير جذري لمفاهيمنا عن الكون وشروط الحياة عليه. وهنا هنيجي للكوكب المكتشف LHS 1140 بي واللي تم اكتشافه أول مرة سنة 2017، وبالفعل كان مرجح بشكل كبير أنه يكون كوكب صالح للحياة. ومع إطلاق تلسكوب جيمس ويب واستخدام التقنيات المتطورة للتلسكوب قدروا يكتشفوا معلومات أكتر عن الكوكب. أولاً الكوكب بيشبه كوكب نبتون من الخارج وحجمه أكبر من الأرض، نص قطره تقريبا 1.4 من عشرة نص قطر الأرض، وعمره أقدم من كوكب الأرض بحوالي 500 مليون سنة، يعني كده بالتالي عمره حوالي 5 مليار سنة. تعرفين احنا عمر كوكب الأرض تقريبا 4.5 مليار سنة. كتلته 5.6 من عشرة مرة قد كتلة الأرض تقريبا. الكوكب بيدور حوالين نجم قزم أحمر
ريد دوارف، بيبعد عننا 48 سنة ضوئية وحجمه تقريبا 5 حجم الشمس. طبعا أنا هنا بتكلم عن النجم وبقارنه ما بينه وما بين الشمس بتاعتنا. والحقيقة أن معظم الكواكب الصالحة للحياة اللي بيتم اكتشافها بتدور حوالين أقزام حمراء. هتقولي ايه هي النجوم القزمة الحمراء وايه اختلافها عن نجمنا الشمس؟ هقولك ما تستعجلش، لسه انا لسه جايلك في السكة. الشمس اللي قطرها عرفناه بحقيقة علمية مثبتة، قطرها قد قطر كوكب الارض 109 مرة. وما تخليش حد يضحك عليك ويقولك الشمس اصغر من الارض والارض عظيمة واسعة واكبر من الشمس، تخاريف ما انزل الله بها من سلطان. وهنا خلينا اكلمك شوية عن الاقزام الحمراء وهي عبارة عن ايه بالضبط. النجوم من نوع الاقزام الحمراء هي اكثر انواع النجوم انتشارا في الكون، وفي مجرتنا اللي اسمها درب التبانة حوالي 75% من النجوم هي من نوع الاقزام الحمراء، وبتتراوح كتلتهم ما بين 8% الى 6% من كتلة الشمس، يعني بيتميزوا بكتل صغيرة جدا وبتتميز بانها من ابرد انواع النجوم. درجة حرارة سطح النجم الأحمر بتتراوح ما بين 2000 إلى 3500 كلفن تقريبا، وتسموا بالاسم ده لأن في تصنيف للنجوم حسب درجة حرارة سطح النجم. بالتالي الأقزام الحمراء اللون الأحمر بيتميز بالطول الموجي الطويل، وبيدل على أن درجة حرارة النجم أكثر برودة، فبالتالي النجوم القزمة الحمراء من أبرد النجوم. كمان الأقزام الحمراء بيكون صعب رصدها إذا كانت بتبعد عننا مسافات كبيرة، لأن سطوعها بيكون قليل جدا وبيتراوح ما بين 1 في 10,000 إلى 1/10 من سطوع شمسنا. وطالما ذكرنا اللون الأحمر والأشعة تحت الحمراء، نيجي نرد على سؤال الأخ أحمد اللي سأل سؤالين، هجاوب على واحد منهم متعلق شوية بالحلقة. معلش بقى أخ أحمد، إن شاء الله يعني هجاوب على السؤال التاني في حلقة أخرى، وكمان أنا بعتذر على التأخير في الرد. وكان السؤال اللي سأله الأخ أحمد، ليه الأشعة تحت الحمراء تنقل الحرارة بشكل أفضل من الضوء المرئي أو الأشعة فوق البنفسجية، مع أن الأخيرة يقصد بها الأشعة فوق البنفسجية ذات تردد وطاقة أعلى؟ هنا لازم نصحح السؤال شوية، لأن الأشعة تحت الحمراء اللي بتمثل الطول الموجي الطويل هي نوع من الضوء المرئي تماما زي الأشعة الفوق بنفسجية صاحبة الطول الموجي الأقصر. والحقيقة ان النجوم دي بتصدر جميع انواع الاشعاعات، لكن الاشعة الفوق بنفسجية ومع المسافات الكبيرة في الكون بتتحول الى طول موجي اطول، وبالتالي بتتحول مع توسع الكون ناحية الضوء الاحمر، وبتقل طاقة الضوء اللي بنستقبله من هنا. طبعا عايزين ناخد في الاعتبار برضو يا جماعة ان عملية التحول من الاشعة فوق البنفسجية الى الاشعة تحت الحمراء عملية مش محددة بشكل صارم، علشان في تأثيرات تانية في الفضاء بتحصل اثناء سفر الضوء الى كوكب الارض وبتأثر على هذا الضوء. نرجع بقى لموضوعنا حوالين النجوم القزمة الحمراء. بسبب تواجدهم بكثرة في الكون، لان مدة حياتهم بتكون اطول من باقي النجوم، لان مدة حياة النجم اللي هو من النوع القزم الاحمر بتعتمد على المدة اللي بتستمر فيها التفاعلات النووية في قلب النجم، واكبر مدة فيهم هي مدة التفاعلات النووية لحرق عنصر الهيدروجين في قلب النجم. بالتالي بسبب صغر حجمهم ودرجة حرارتهم بيكون معدل استهلاكهم وحرقهم للهيدروجين اطول بكتير، بالتالي مدة حياتهم بتكون اكبر بكتير من نجوم زي الشمس، وبتكون اعمارهم عشرات مليارات السنين، واصغرهم حجما ممكن يوصل لتريليون سنة، بينما عمر الكون 13.8 مليار سنة. بالتالي هتكون الأقزام الحمراء من أطول النجوم عمرا، وهتفضل تشع لمدة كبيرة جدا عبر الزمن الكوني. وحنلاقي أن معظم المناطق الصالحة للحياة اللي بنرصدها بتكون عبارة عن كواكب بتدور حوالين نجوم أقزام حمراء. وبعد ما اتكلمنا شوية عن النجم اللي بيدور حواليه الكوكب، هنرجع تاني للكوكب واحتمالية وجود الماء على سطحه. طبعا اللي خلى الكوكب محط انظار العلماء والباحثين من عام 2017 حتى الان هو موقع هذا الكوكب، لانه من اقرب الكواكب اللي بتقع في المنطقة الصالحة للحياة بالنسبة للارض، وزي ما قلنا بتبقى فيها درجة الحرارة مناسبة لاحتمالية تكوين ماء في الحالة السائلة وغلاف جوي. لكن في 2017 والحد محللوا النتائج من تلسكوب جيمس ويب السنة دي كانوا في حيرة من أمرهم، لأن الكوكب كان بيشبه جدا كوكب نبتون وقمر المشتري يوروبا. طبعا الشبه ده من الغلاف أو من السطح الخارجي،
لكن احتمالية كونه انه كوكب يشبه الارض كانت برضو كبيرة. فهل هو كوكب غازي صغير مع غلاف جوي من الهيدروجين ولا كوكب شبيه بالارض؟ بالتالي هيكون كوكب صخري لكن اكبر من الارض حجما. ومع البيانات اللي صدرت من تلسكوب جيمس ويب بالتعاون مع التلسكوبات التانية، قدر العلماء انهم يستبعدوا انه كوكب غازي شبيه بكوكب نبتون، ولقوا انه كوكب شبيه بالارض سوبر ايرث، لكن بيكون اكبر من الارض شوية، ولقوا علامات على وجود عنصر النيتروجين، واحتمال او احتمالية وجود غلاف جوي بيحتوي على عنصر النيتروجين، ولو ده تم تأكيده اول كوكب صالح للحياة، يحتوي على غلاف جوي ثانوي تم تكوينه بعد مدة من التكوين الاول للكوكب. كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن كوكب الجحيم اللي شكل غلاف جوي ثانوي. لو حابب تعرف اهمية الغلاف الجوي الثانوي واللي الارض شكلت زيه من ملايين السنين، تابع الحلقة في صندوق الوصف او من الاي اللي فوق ان شاء الله حاسبها لكم. وزي ما قلنا ان كتلته تقريبا 5.6 ضعف كتلة الارض، لكنه اقل كثافة منها. والعلماء بيرجحوا ان السبب ورا كده هو ان من 10-20% من كتلة الكوكب عبارة عن مياه، لكنهم لسه ما تأكدوش في اي حالة من حالات المادة المية دي موجودة، لان المية ممكن تكون متجمدة او في اي حالات تانية غريبة زي ما ناقشنا قبل كده هنا في القناة في حلقات سابقة الموضوع دوت. ادخل على قائمة التشغيل الخاصة باكتشاف الكواكب، هتلاقيها في الاي اللي فوق، وكمان هتلاقي الموضوع دوت الخاص بالحالات الغريبة للمية في الكواكب الخارجية او الكواكب البعيدة عن مجموعتنا الشمسية. لكن بالنسبة لكوكب الارض، بتمثل كل المحيطات حوالين كوكب الارض 2% من كتلة الكوكب، يعني كتلة صغيرة جدا. والمعلومات دي بتشير ان الكوكب ده كوكب صخري بنسخة فائقة من كوكب الارض، وإمكانية وجود محيط مائي مساحته هتكون تقريبا نص مساحة المحيط الاطلسي، ده في حالة انه كان بيحتوي على غلاف جوي مطابق للغلاف الجوي لكوكب الارض. ومع رصد عنصر النيتروجين على الكوكب واحتمالية وجود غلاف جوي بيحتوي على عنصر النيتروجين، فهيكون في احتماليات لوجود عنصر الاكسجين المصاحب لعنصر النيتروجين في الهواء اللي احنا بنتنفسه على سطح كوكب الارض. الحقيقة ان الكوكب LHS 1140B ومكانه المميز ودرجة الحرارة اللي موجود فيها واحتمالية وجود غلاف جوي بيخليه واحد من افضل الاختيارات للكواكب الصالحة للسكن اللي تم اكتشافها حتى الان. لكن عشان يتأكد العلماء من المعلومات دي اكتر، لسه تلسكوب جيمس ويب هيجمع بيانات اكتر ويعرفوا ويتأكدوا من معلومات اكتر عن هذا الكوكب، وهيحاولوا يرصدوا غازات دفيئة زي غاز ثاني اكسيد الكربون. ولو تم اكتشافه فده معناه ان غالبا سطح الكوكب هيكون الماء فيه موجود بشكل جليدي، او ممكن يكون بيتميز بمحيط سائل في جزء معين من الكوكب بيكون معرض دايما لأشعة وحرارة النجم، او ممكن يكون في ماء سائل لكن مدفون تحت طبقة من الجليد زي بعض الاقمار الجليدية الموجودة في مجموعتنا الشمسية زي قمر كوكب المشتري يوروبا. ايوه، مش كوكب الارض بس اللي ليه اقمار على فكرة، كمان كوكب المشتري بيحتوي على عشرات الاقمار اللي بتدور حواليه. طبعا ده ما كانش اول كوكب مثير للاهتمام من الكواكب الخارجية الصالحة للحياة. طبقا لوكالة ناسا تم اكتشاف اكتر من 5000 كوكب صالح للحياة من سنة 1992 وحتى الان، واكتر من نصهم تم اكتشافه بواسطة تلسكوب كيبلر التابع لناسا واللي تم اطلاقه عام 2006. تعالوا نشوف في الدقايق اللي فاضله اهم واشهر الكواكب اللي تم اكتشافها. واول كوكب معانا النهارده هو كوكب جليز 667 سي سي، وبيبعد عننا حوالي 22 سنه ضوئيه عن الارض، واكبر كتله من الارض بحوالي 4.5 مره، يعني 4.5 مره، وبيدور حوالين النجم المركزي بتاعه كل تقريبا 28 يوم. لكن النجم برضه من نوع القزم الابيض، بالتالي من المتوقع ان يكون الكوكب ده ابرد من كوكب الارض. الكوكب الثاني معانا النهارده اللي هو كوكب كيبلر 22 بي، واللي بيبعد عننا حوالي 600 سنه ضوئيه، وهو اول كوكب تم اكتشافه بواسطه تلسكوب كيبلر، ولكن بسبب بعد عننا مش واضح اذا كان الكوكب غازي ولا صخري ولا مائي، ولكن حجمه اكبر من الارض بحوالي 2.4 مره، وبيدور حوالين نجم من نفس تصنيف الشمس، لكن درجه حراره النجم اقل، والسنه بتاعته تبلغ تقريبا 290 يوم، وهو رقم قريب نسبيا من السنه الارضيه. الكوكب الثالث معانا النهارده هو كيبلر 452 بي، واللي تم اكتشافه سنه 2015،
وكان اول كوكب يتم اكتشافه قريب لحجم الارض، تقريبا حجمه مرة ونص او 1.6 مرة قد حجم كوكب الارض، وبيدور حوالين نجم تقريبا بنفس حجم الشمس، ومتوقع انه يكون كوكب صخري وبيبعد عننا تقريبا 1400 سنة ضوئية من الارض، وبيدور حوالين النجم المركزي بفترة اطول من الارض ب20 يوم بس. الكوكب الرابع الكوكب الشهير بريكسيما سنتوري بي، وده اقرب كوكب خارجي محتمل صالح للحياة، بيبعد عن الارض باربع سنين ضوئية بس، وتم اكتشافه عام 2016 وحجمه 1.27 مرة من حجم الارض، فهو اكبر بشوية من الارض، يعني قد الارض مرة وربع مرة وتلت. لكن الكوكب ده بيحتوي على ظروف مش مناسبة للحياة للأسف، لأنه بيتعرض لإشعاع الأشعة الفوق بنفسجية بسبب قربه من النجم اللي بيدور حواليه، بحيث أنه بيكمل لفة كاملها حوالين النجم بتاعه كل 11.2 يوم، يعني كل 11.5 يوم تقريبا. يعني طبعا بنلاقي كتير من الهري على السوشيال ميديا بخصوص بروكسيما سنتوري، وانه اقرب كوكب صالح للحياة، وان هناك حضارة بتبعت اشارات قالوا اكتشاف اضواء المدن على الكوكب، وكل ده غير مثبت وغير صحيح علميا بالمرة على الاقل في الوقت الراهن. الكوكب الخامس اللي هنتكلم عليه النهاردة هي مجموعة كواكب بتدور حوالين النجم ترابيست 1، وهو النجم اللي تم رصد مجموعة مكونة من 7 كواكب صخرية مقربة لحجم الأرض بتدور حواليه، 3 منهم بيقعوا في المنطقة الصالحة للحياة ذهبي طبيل زون، وفي دراسات بتقول ان معظم الكواكب دي اتبخرت المية من على سطحهم، وبيعتقد ان كوكب وحيد منهم وهو كوكب ترابيست 1E في احتمالية كبيرة انه بيحتوي على مياه اكبر من المية الموجودة في المحيطات الارضية، وانه لازال بيحتفظ بالماء على سطحه، ولكن لسه ما تحددش في انهي حالة من حالات المادة ممكن تكون المية ديت اللي موجودة هناك عليه. لسه العلماء وتلسكوب جيمس ويب المزود باحدث التقنيات بيبهرونا وبيخلونا نفهم اكتر ونعرف معلومات اكتر عن الكواكب والنجوم والكون بره نطاق مجموعتنا الشمسية، ولسه عملية البحث عن كوكب خارج مجموعتنا الشمسية ويكون صالح للحياة هي من أكبر التحديات اللي بتواجه العلماء حاليا. فكرة إننا نلاقي كوكب شبه الأرض بالضبط بكل الظروف المناسبة علشان تنشأ عليه حياة، سواء كانت تشبه الحياة المتواجدة على سطح الأرض واختلاف وتنوع الكائنات الحية والغير حية فيه، وصراء الكوكب وتنوع المصادر الطبيعية فيه، أو حتى أننا نلاقي نوع آخر من أنواع الحياة اللي ما نعرفش عنها حاجة، وتكون الحياة دي غريبة عن عقلنا وتفكيرنا، وهناك هنلاقي مخلوقات مختلفة تماماً عنا في بنية الجسد وكمان عن التفكير، وارد ده ممكن يكون برضو. كل ده هيكون من أصعب الصدف إن لم يكن الأمر برضو يتخطى الإمكانيات بتاعتنا حالياً ويبقى مستحيل، وده بيدل على شيء واحد، وإن كوكب الأرض واحد من أنظر الكواكب الموجودة في الكون، إن ما كانش الوحيد من نوعه، وإن الظروف اللي كانت مهيئة للكوكب لوجود الماء بشكل سائل ووجود أنواع الحياة المختلفة على سطحه عبر ملايين السنين هي اللي خلت الأرض جنة الكون فعلا في عقولنا. ولسه العلماء بيبذلوا أقصى جهدهم في محاولات كتيرة جدا في اكتشاف كوكب مشابه ليه. وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم بالضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا، وابقوا اشتركوا في القناة وتابعوا الحلقات اللي فاتت، واستنونا الحلقات اللي جاية في مواضيع شيقة وممتعة وجذابة بنسافر فيها مع بعض في رحاب المجهول الكوني علشان نستخلص منها العبر والحكم والطمأنينة والرهبة والإبداع والأنس بجمال الطبيعة ورفعة صنع الخالق عز وجل. وعلى وعد إن شاء الله باللقاء في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.